السؤال رقم 7: if a is the vector a is equal to a1 plus a2 plus a3 plus a4, طول الفكتور a equal 5 meter, and the x component of the resultant vector is ax equal 3 meter. إذن هذه المكونة ax. Then what is the angle that the resultant vector a makes with the positive x-axis? المطلوب إذن زاوية الفكتور a, وزاوية الفكتور a بالطبع هي هذه. Okay. هي هذه، وهنا بالطبع شايفين ساعدناكم بالرسمة هذه. بالطبع المعلومة أن a يساوي a1 زائد a2 زائد a3 زائد a4 لا تهم كثيرا، أوكي، فقط تهم في رسم المتجه، ولكن هنا شايفين أعطينا قيمة الـ ax في الرسمة هذه، أوكي، وأعطينا طول a 5 أمتار، وأعطينا طول ax 3 أمتار، وهذه المعلومتين كافيتين في حل المسألة. هذه المعلومة ليست مفيدة في حل المسألة. إذا المعلومة هذه مكتوبة هنا. The information is not useful here. Okay. إذا ليست مفيدة. We need only to use AX. المكونة AX هي A cos theta. Okay. وبالتالي cos theta المطلوب الزاوية. إذا cos theta هو AX على A هو إذا 3 تقسيم 5 0.6. ندخلها داخل الحاسوب وتعطيني الزاوية 53.1 درجة، وهي الجواب D.